بمناسبة قص الشعر، أنا سألت داليا البحيري في يوم من الأيام كانت معانا هنا، قلت لها لو اتعرض عليكي دور تحلقي شعرك بالموس تفكري؟ قالت لي ولا لحظة واحدة فكر لو الدور يستاهل. أنا بقول لك طبعا هتقولي زيها مش كده؟ لو اتعرض عليكي دور تحلقي شعرك بالموس طب الفن مني ليه طيب؟ علشان هتقولي اه طبعا عامله وكده. لا هو لو دور يعني هي هي هيعمل بصمه جامده وهي هيسمع مع الناس فلوس كويسه طبعا لازم تجيب فلوس كويسه مش هقول يعني. لا 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 يا شباب حكيت مش عارفه والله تصدق لا تصدق ما الموضوع برده مش سهل. لا مش سهل. انت جريئه قوي يا داليا. اه لا جريئه لا داليا بتحب التمثيل ومجنونه في التمثيل وكل حاجه، بس حته ان بنت شكلها حلو ولذيذه تقوم شايله شعرها بالموس زي ديمي مور ما عملت. زي ديمي مور لازم يكون في معوض طبعا، انه لازم يكون دور حلو وكاست حلو وفلوس كويسه طبعا. مفيش شك يعني. هي خدت كام ديمي مور؟ ديمي مور خدت 3 جنيه وربع تقريبا. 3 وربع بس بالدولار يعني احسبها دلوقتي تساوي كام؟